السلام عليكم. جينا سيدي الليلة نتكلموا على واحد المسألة خطيرة تتوقع بيناتنا، تنكونوا في شي مجلس ولا مع شي حد، فإذا بيت يقول لك ما في خباركش. نعم سيدي، شنو واقع؟ راه وقعت واحد الشوهة، وقع واحد الأمر خطير، فتتفاجئ تطرح السؤال تتقول شنو وقع، تيقول لك ما في راسك فلان الملتزم ولا فلان الملتزمة اللي ديما الصلاة وديما الفجر ما يفوتش، والصيام والقيام والعبادة وقراءة القرآن والمظاهر واللحية والقميص والدينار ومولات الحجاب ومولات الخمار، وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. مالهم أسيدي؟ راه وقعوا وطراوا وداروا كذب ونافق وزنوا وسرقوا جميع الكواريت تيجبدوها. ربما هادشي إيه بالصح، ربما كذوب. غادي نتكلم على المسألة ديال إيه سيدي هادشي وقع، شنو اللي وقع بالضبط. أول حاجة خصنا نفهمو بأنه ملي تنتكلموا على هاد الناس، أولا أنا ما تندافع على حتى شي حد، وما غنعطيش التبرير لأي واحد أنه غلط، اللي غلط يتحمل المسؤولية ديالو، ولكن لأننا مسلمين خاص يكون عندنا مبدأ ديال الحب الحقيقي والأخوة الحقيقية ومبدأ التناصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم سيدي، هذا الحديث بزاف الناس عارفين، وربما الكل عارفه، وكل شي عارف بأنه رحنا مسلمين رحنا خوت، أي حاجة تضر شي مسلم راه غدرنا كاملين. نعم سيدي، أشنو واقع؟ واقع سيدي الشوهة. أيه الشوهة، وتزيدوا شي شويه على ديك على داك الاخطاء اللي داروا دوك الناس، وتتولي الشوهه شوهتين، وربما بزاف ديال الشوهات وما عرفت فين تتوصل. علاش؟ لاننا تنطلقوا العنان اللسان ديالنا في اعراض الناس وفي اخطاء الناس وفي عيوب الناس بدون وجه حق. بلا حق سيدي، اطلاق اللسان ديالك غلبات عليه نفسه، غلب عليه الشيطان، ارى برع وهو فرحان ومرتاح. علاش يا سيدي؟ وكأنه تتسنى أن هذا الإنسان اللي تيكون ملتزم، ولا هذا الإنسان اللي ملتزم وشاد طريق الله، ولا هذا الإنسان اللي اختار نفسه ووفق الله أنه يكون من أهل الاستقامة، أنه يكون ملك منزه ولا نبي معصوم. لا سيدي، ما عمره غيكون لا نبي معصوم ولا ملك منزه، لا هو ولا احنا، لان هاد الدنيا هي دنيا ديال الاختبار، دنيا ديال ان الله عز وجل خلقنا باش يمتحننا واعطانا عقل ميزو به ها الخير ها الشر، واللي هدا الله عز وجل الحق ووفقه الحق ووفقه الاستقامه هنيئا له، واللي مازال يطلب الله عز وجل يوفقه، والله يوفقنا جميع الهدايه وثبتنا عليها حتى نموتوا وهو راضي عنا سبحانه وتعالى. اشنو واقع سيدي؟ واقع الشوهه. علاش واقع هاد الشوهه؟ لاننا حنا ما فاهمينش بان في هاد الدنيا أهل الإيمان وأهل المبادئ الطيبة وأهل الاستقامة هم أكثر الناس اللي معرضون أنهم يغلطوا. علاش؟ لأن الشهوات والشبهات وعالم شياطين الإنس والجان وعالم النفس البشرية الأمارة بالسوء تتحاربهم بالليل وبالنهار، وممكن أنه في أي لحظة ينقص الإيمان ديالو ويغلط. ها هو غلط سيدي. علاش غلط؟ الله عز وجل قدر عليه أنه تبتليه لحكمة يعلمها الله، ربما يغفر لي بها الذنوب، ربما يأدبه، ربما يربيه باش يرجعه للطريق، ربما يكسر ليه ما يسمى بطغيان الطاعات، تيعبد الله تيبان ليه نفسه راه ما عرفش شكون هو ولا الله أعلم. الحكم ديال الله في الابتلاء ديالو كثيرة وكثيرة بزاف، ولكن ما تنساش الشريف، ما تنساش الشريفية، راه من اللي قدر الله أنك أنت تطلق عينيك وتشوف وحضرك الله أنك تشوف هذه المسائل، لأن هذاك الأمر بالضبط راه ابتلاء لك أنت النيت. نعم سيدي، أنت اللي تتكلم وتتكلم في الأعراض ديال الناس وتتفضح في الناس وتتجبد الأخطاء والعيوب ديالهم، راه ابتلاك الله في هذيك اللحظة. كيفاش ابتلاني الله؟ ابتلاك الله سيدي باش يشوفك واش غتسترخوك، واش غادي تمشي تنصحو، واش غادي تمشي تنصرو. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظالما مظلوما عرفناها راه مظلوما نمشيو نصروه، وظالما كيف؟ انك اللحظه اللي يمشي هو للخطا ويمشي للظلم لنفسه ولا لغيره تمشي تنصحه، تمشي توجهه، تمشي تقومه، تمشي انك تكون معاه باش يرجع لجاده الصواب. هذا خلق عظيم ما تعرفوه غير الاخيار. نعم سيدي، وعلاش تشوهوا؟ وعلاش تفضحوا؟ واش نسيتي بان حق المسلم على المسلم هو انه تنصحوا ماشي تفضحوا؟ نعم سيدي، تنصحوا، والنصيحه تتكون بينك وبينه في السر، وعندها شروط وعندها اداب وعندها حكمه.
يا سيدي ما قدرتيش دير هاد الشيء وعندك واحد الحل زوين وسهل وزوين لك بينك وبين نفسك ومزيان لك اكثر واحسن مع سيد ربي، هو تضرب الطم لداك اللسان عندك وداك الفم عندك ودي راسك ما شفتي والو، وادعي لي بالهدايه وادعي لي بالرحمه وادعي لنفسك بالثبات وتحمد الله وتشكره ان الله عز وجل حفظك وعافاك مما ابتلى به الاخرين. ايها سيدي علاش نقول لك هذا الكلام؟ تنقول لك هذا الكلام حبا لك باش ما تضيعش وتحرق الحسنات ديالك الا كانوا عندك بطبيعه الحال شي حسنات، ونطلبوا الله كلنا يكونوا عندنا الحسنات. وحنا في هذه الدنيا نهار تنبلغوا ان الله عز وجل تيقدر عندنا واحد جوج الملائكه، واحد على اليمين وواحد على الشمال، هذا يكتب الحسنات هذا يكتب السيئات. علاش؟ باش نهار اللي تموت يكون ذاك الكتاب حجه لك امام الله عز وجل ويجبدو حطو قدامك انت وزهرك انت والعمل ديالك انت والجهاد ديالك. الا بغيتي امام الله ملي تفتح الكتاب ديالك وتشدو باليمين ديالك وتفرح وتفرح وعمرو من دابا بما سيفرحك، داكشي اللي غتفرح به وخصك تعمرو. باش غتعمرو بالحسنات؟ بالحسنات فاش؟ ملي تشوف شي حد اللي تشوف شي حد من اهل الخير واهل الاستقامه من خوتك وخواتاتك سترهم، لك الاجر عند الله غيسترك الله، والجزاء من جنس العمل. نهار اللي تنديروا شي حاجه راه غترجع علينا بطبيعه الحال بالخير، ونهار اللي قدر عنا الله واحد النصيب واللي عد الجميع غياخذ حقه منه اننا نديروا الاخطاء ويبانوا عنا العيوب ويترفع عنا ستر الله بسبب النقص ديال الجهاد ديالنا والايمان ديالنا، غادي يكون هذيك اللحظه اي حد شاف فينا غادي يسترنا وغادي ينصحنا وغادي يجي يدعي لنا في الغيب ولا في الحضور بالهدايه وبالثبات وبالحب الحقيقي اللي خصو يكون ما بين جميع المسلمين. غادي نرجع لواحد السؤال مهم، خويا واختي انت اللي تتكلم في اعراض الناس وفرحان بالشوهه وبالفضيحه اللي وقع فيها هذا الانسان هذا، ما طرحتيش السؤال على نفسك علاش انت فرحان؟ كاين شي انسان عاقل شي مسلم عاقل انه تفرح بالعيوب وبالاخطاء وبالفضائح ديال خوتو المسلمين؟ لا سيدي راه ما كاينش. اللي تفرح في هذا الشيء واللي تيجري فيه وتسعى فيه خصو يراجع نفسه ويعرف بان راه عنده واحد النفس خبيثه ظلمانيه شيطانيه غادا تجرو غير للهلاك. والزمان والايام تتاكد بان اي واحد شفى واي واحد فرح الانتكاسه ولا الاخطاء ولا الفضائح ديال خوتو المسلمين انه واحد النهار تيجيه الوقت ديالو انه تيخلص هذوك الافعال الخبيثه اللي دار ما لم يتوب ورجع لله عز وجل. ايوا شنو الحل؟ الحل سيدي ملي تشوف شي حاجه وغمض عينيك وشد لسانك وسير سيدي فك ما تنصح وعندك القدره والعلم والاداب والصبر باش تمشي تنصح سير تنصح، ما عندكش شد عليك لسانك والتزم الصمت ودعي للناس بالهدايه على الاقل نهار اللي هذوك الناس اللي خطاوا تيرجعوا لطريق الصواب وتلاقى معاهم انك تبقى ضميرك وقلبك ونفسك مرتاحين انك نجحتي في هذاك الابتلاء اللي حطك الله عز وجل فيه ملي شفتيهم خرجوا على الطريق او وقعوا في اخطاء. وكل بنو ادم خطاء وخير الخطائين التواب. اسال الله عز وجل ان يرحمنا وان يثبتنا. علاش نقول هذا الكلام؟ لانه بصدق وبقوه وبصراحه هاد الافعال تتمزق العلاقات تشوه العلاقات، خصوصا حنا في واحد الزمان اللي الهضره تتوصل والناس والعياذ بالله واحد الفئه ديال الناس تتوصل الهضره تينقلوا الهضره، راه اي حاجه غديرها خايبه غتوصل غديرها زوينه غتوصل كما تنقولوا حنا المغاربه. فبالتالي الانسان يتجنب هذه الافعال هذه لان تتفسد العلاقات وتتنوض الفتن والعداوات، وهذا الشيء لو وقع الله يحفظ ماشي في الصالح ديالك وماشي في صالح المسلمين اجمعين، لان الخير كل خير اننا نحافظوا على اللحمه ديال بعضياتنا ونحافظوا على التاخي بعضياتنا ونستروا بعضياتنا، لان هذا الشيء هو اللي غيزيد بنا القدام وهذا الشيء هو اللي غيدوم عنا الخير في الدنيا والاخره. هذه مجرد توجيهات اخويه عفويه الله ينفعكم بها، وحنا كلنا محتاجين نصحوا بعضياتنا وكلنا محتاجين اننا نوجهوا بعضياتنا، والله يوفق الجميع لكل خير والسلام.